مساء الخير، مساء النور، مساء الافراح والمسرات لكل المتتبعين. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم كما كتشوفوا جيت نهضر لكم على زيت الافوكادو او الافوكا بالدارجه ديالنا. نعطيكم ورقه تعريفيه كما العاده، الفوائد ديالو الصحيه والفوائد على الشعر والصحه والجسم، كذلك للبشره. الا كنتوا مهتمين خليكم معايا حتى الاخر الفيديو. اذا نبداو الفيديو على بركه الله. اولا نعطيكم ورقه تعريفيه على زيت الافوكادو. يستخرج زيت الافوكادو من ثمر الافوكادو نفسها، هو واحد من الزيوت النباتيه القليله يتم الحصول عليها من البذور، مما يجعله عنصر مناسب في الطبخ. يحتوي زيت الافوكادو على نسبه عاليه من الدهون احاديه العنصر المشبعه البوتاسيوم، مجموعه من الفيتامينات نذكر لكم منها فيتامين ا وبي ودي وفيتامين او. كذلك زيت الافوكادو غنيه بمواد الاكسده كتحمينا من سرطان الثدي. كذلك زيت الافوكادو غنيه بالاحماض الدهنيه والاوميغا 3. كذلك زيت الافوكادو كيحتوي على نسبه كبيره من الهرمون فولاد، ودابا ندوزو باش نعرفو على الفوائد ديال زيت الافوكادو الصحيه. ديال زيت الافوكادو كتساهم زيت الافوكادو في تحسين مشاكل الهضم بحال حرقه المعده والغازات، كذلك الانتفاخ، كيساعدنا في فقدان الوزن، كذلك كيساعدنا في التقليل من الالتهابات والحكه، كيساعد بشكل كبير بامتلاء الجروح، وكيساهم في اعطاء صحه القلب بالنسبه للناس اللي كيعانيو من مشكل القلب، مقاوم للسرطان، وكيساهم في تحسين الرؤيه كما انه يتحكم في رائحه الفم الكريهه ومضاد للبكتيريا، وكيساهم في تحسين الجهاز المناعاتي. دابا ندوزو نتعرفوا على فوائد زيت الافوكادو التجميليه. نبداو اول فائده ديال الشعر. اول فائده هي ترطيب الشعر. علاش؟ حيت زيت الافوكادو هي زيت خفيفه بزاف، مما كتساعدنا على اختراق الشعر وترطيب الفروه، كذلك في تلميع الشعر والفرد ديالو، كذلك الحصول على شعر رطب ومضاد للقشره. كذلك زيت الافوكادو كيساعدنا على نمو الشعر. ندوزو نتعرفوا على الفوائد ديال زيت الافوكادو التجميليه على البشره. اول فائده هي ترطيب الوجه. لقمنا بتدليك الوجه ديالنا بشكل دائري طبعا باستخدام زيت الافوكادو. ثاني فائده نذكر لكم هي العنايه بالبشره، خصوصا البشره اللي كتكون جافه وخشينه. باستخدام زيت الافوكادو بشكل منتظم كنكونوا نقدروا نحصلوا نكونوا على يقين انه كيساهم في تجديد البشره. ثالث فائده بالنسبه للبشره كتعاني من الالتهابات والحكه، لان زيت الافوكادو عنده واحد الخصائص مهدئه لعلاج الجفاف الجلد والانزيمات. مجرد من اضافه هذا الزيت للاماكن المتضرره. رابعا كذلك مضاد للتجاعيد، مفتح البشره. اغلب المواد التجميليه لتفتيح البشره كتكون مكونه من زيت الافوكادو. النصيحه الاخيره نعطيكم قبل ما تطبقوا هذا زيت الافوكادو على البشره الجسم، اي زيت قبل ما نطبقوها على البشره ولا الجسم، نقوموا بواحد التجربه باش نضمنوا السلامه ديالنا، باش نضمنوا ان ما عندنا حتى شي حساسيه. كنضيفوا شويه زيت، اي زيت غنستعملوه تحت الاذن، اسفل الاذن ديالنا او السطر، وكنتسناو عليه نهار كامل باش نشوفوا ولا واش كاين شي مشكل ولا لا، كاينه شي حساسيه. ما كان حتى شي مشكل، ماشي مشكل، تما نطبقوه على الجسم ديالنا. يمكن لكم تستخدموه على البشره ديالكم. هنا كنكونوا وصلنا النهايه ديال الفيديو. كنتمنى هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. تلاقاو فيديو جديد. خليوا لي التعليق اسفل الفيديو، ابوني او اشتراك باش ديما يوصلكم الجديد، وشكرا.